بالنسبة للسؤال المتعلق بكرة السلة على المستوى الوطني، الكل يعرف بأننا بعد محطتين صعبة وكانت قاسية في حقي جيل أو جيلين من كرة السلة المغربية. حاليا المحطة اللي تنعيشها في هذه اللحظة الراهنة هي محطة استثنائية، وأقول ما هو أهم هو أن نخطط للمستقبل، لأنه في حالة إذا لم نستفق من غفوتنا السلة المغربية غادي تعرف الانهيار كلي. دابا الأساس هو العمل من جديد على بناء جيل جديد، نشتغل على الخلف لأن النتائج بانت، وسبق لأن نبهت عن هذه العملية عندما قلت حذاري أن يغريكم جيل من أجيال كوردو والمجموعة، فما بعد كوردو وما بعد هذه المجموعة فراغ جميع. إذا على الجمعيات الرياضية قاطبة أن تشتغل من أجل بناء فرق رياضية تنطلق من النوادي، أقول النوادي ثم العصر ثم الجامعة. الجامعة لوحدها لن تمكن قطعا من تصحيح مسار كرة السلة المغربية. علينا أن نستفيق من غفوتنا، وأعتقد أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم.